بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد في ساعات الصباح الأولى ولطيف بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، والنهاردة كمان في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفي فرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة وإيه الظواهر الجوية، يعني هل في استقرار في انخفاض يعني درجات الحرارة المنخفضة استقرين عليها، ولا لسه ما زال في استمرار في انخفاض درجات الحرارة، سقوط أمطار، في رياح؟ طبعا الشبورة متابعة معانا ومكملة معانا يعني لآخر موسم فصل الشتاء، فطمنينا على تفاصيل الأخبار النهاردة. احنا بالفعل اليوم وغدا كمان بنشهد مزيد من التحسن في الاحوال الجويه، استقرار في الاحوال الجويه وانحسار فرص سقوط الامطار فقط في السواحل الشماليه للبلاد، ودي المحافظات المطله على البحر المتوسط من طبعا مطروح، العلمين، الاسكندريه، شمال الوجه البحري زي البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، بعض المناطق كمان من جنوب محافظه البحر الاحمر زي حلايب، شلاتين، مرسى علم. المناطق دي كلها معرضه لسقوط امطار خفيفه على فترات متقطعه من اليوم، فرص الامطار ضعيفه وغير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. باقي مناطق الجمهوريه بتشهد مزيد من التحسن في الاحوال الجويه، زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، رغم زياده فترات سطوع اشعه الشمس فتره النهار الا ان درجات الحراره انخفضت خلاص، احنا في فصل الشتاء. ففتره النهار العظمى على القاهره الكبرى بتراوح ما بين 19 وال 20 درجه مئويه خلال فتره النهار، يعني مع سطوع اشعه الشمس بنحس بالطقس الشتوي اللطيف تماما على اغلب المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، يمكن كمان الاجواء بتكون لطيفه تماما على محافظات شمال الصعيد، معتدله ودافيه على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده مع سطوع اشعه الشمس او خلال فترات النهار. لكن اول ما اشعه الشمس بتبدا تغيب بنبدا نحس بانخفاض درجات الحراره، بتنخفض اكثر في ساعات الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر، وبنحس بالاجواء ما بين البارده الى شديده البروده على اغلب مناطق الجمهوريه، لان في بعض المناطق من الجمهوريه زي المدن الجديده وشمال الصعيد درجات الحراره الصغرى فيها بتنخفض لاقل من 10 درجات، يعني توصل ل 8 و7 درجات احيانا على محافظات شمال الصعيد. بالإضافة كمان مع الاستقرار في الأحوال الجوية بتكون الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير هو تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الأولى وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. طبعا الشبورة المائية كثافتها بتبدأ تزيد بشكل كبير في فصل الشتاء، وخاصة مع انخفاض درجات الحرارة فترات الليل، فكثافة شبورة مائية زادت، يعني انخفاض في الرؤية الأفقية بشكل كبير. فمهم جدا ننصح كل قائدي مركبات ومسافرين على الطرق في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر لازم تبقى دايما القيادة معاها بهدوء تام، نتبع كافة تعليمات المرور، نشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارة. بالإضافة كمان احنا بنقول الأجواء دي مكملة معانا إن شاء الله على مدار يعني الأيام القادمة، فناخد بالنا من الشبورة المائية. انخفاض درجات الحرارة فترة النهار وفترة الليل هيستمر معانا يعني على مدار الأسبوع القادم إن شاء الله، هو طبعا مش بيبقى انخفاض ملحوظ لأن أجواء شتوية، لكن ما بين 19 وال 20 على القاهرة الكبرى فترات الليل هنحس بيها، خاصة مع وجود نشاط نسبي للرياح بيزود دايما إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة. نشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي بسرعة تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأ بالقاهرة، العظمى فيها 20 والصغرى 11، العاصمة الإدارية العظمى فيها 19 والصغرى 11، اسكندرية 20-13، العلمين الجديدة 19-12، مطروح 19-13، دمياط 20-11، بورسعيد 19-14، إسماعيلية 21-12، السويس العظمى فيها 20 والصغرى 11، العريش 19-12، كاترين 14-4، طابة 19-11، حلايب 21-14، شلاتين 24-14، شرم الشيخ 23-15، الغردقة 22-14.
الفيوم العظمى فيها 20 والصغرى 10، بني سويف 20 9، الوادي الجديد 20 10، أسيوط 19 8، سوهاج 20 9، قنا 20 9، الأقصر 21 8، وأخيرا أسوان العظمى 22 والصغرى 11. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة، كمان حالة الطقس النهاردة اللي تابعناها مع الدكتورة منار. نخلي بالنا على الطرق الساحلية والصحراوية والزراعية، عليها شبورة ممكن تبقى كثيفة، ناخد بالنا من التعليمات المرورية عشان نوصل أشغالنا وبيوتنا بألف سلامة. نرجع مرة تانية لشازلي وباسانت نكمل معاهم باقي فقرات. شكرا لك.